طب كلمي الدكتور، انا ممكن اتبرع له، انا ممكن اتبرع واعمل التحاليل واتبرع له. ايه اللي انت بتقوله؟ ايه الهبل ده؟ هتتبرع له اصلا بصفتك ايه؟ وبعدين انا بنته وعملت التحاليل خلاص وكلها طلعت ايجابيه. عشان انت بتعملي حاجات متخلفه، بتعملي حاجات خطر على حياتك. طب والله العظيم انا غلطانه ان انا حكيت لك، بقالك ساعه عمال تحقق معايا. انا كل الحكايه ان انا كنت بحكي لك علشان انت الوحيد اللي بامن على سري، مش عشان تقعد ترقي معايا ده كله. عشان انت بتعملي حاجات متخلفه يا اشو، ما ترجعيش لحد في حاجه فيها خطر على حياتك. ما قلتليش اصلا على الموضوع ده. ايه فرق اسلوب الكلام اللي انت بتتكلم معايا بيه ده؟ بتتكلم معايا باسلوب احسن من كده شويه. عشان خايف عليك وعشان بحبك. ايوه بحبك، وكان بقالي كتير نفسي اقولها لك، بس خايف من كل حاجه، خايف منك وخايف من الفروق اللي بيننا وخايف من ابوكي. بس كان لازم اقولها لك، ومش محتاجه تقولي حاجه، مش محتاجه اسمع الرد. انا بس ارتحت انا قلتها. انت مين قالك اني عارفه؟ يعني انت موافقه؟ لا موافقه ولا رفض. فاروق أرجوك، أنا الفترة دي مشغولة جدا وعندي مرض بابا والشركة والشغل كله اللي اتحط على دماغي ده، فخليني أخلص كل ده ونقعد نتكلم. يعني في أمل؟ دايما في أمل. أنا همشي.